انا واحد السيده كان طالب من المحسنين يعاونوني، عندي 3 الوليدات، عندي مشكل مع مول الدار بغى يجري عليا لان ما بغيتش نزيدو في الكرا. انا كاريه عنده لمده 7 سنين من 2016 وانا ساكنه عنده، هو قال لي خصني نزيدو في الكرا وانا ما في الاستطاعه ديالي نزيدو في الكرا وبغى يخرجني. وانا كان طالب من المحسنين يعاونوني في السكنه لولادي، ولادي صغارين بزاف، عندي 3 الوليدات صغارين ما عندي فين نمشي بهم، ما عنديش فين نكون بهم. كان طالب من المحسنين يشوفوا في حالتي وصافي. انا كاري عنده دابا 7 سنين، كل شهر كنخلصوا خلصتوا ديك 5 شهور الاولانيه جمعت علينا سكان كاملين، انا ما كناش كنقدروا نخرجوا ويقدر يجي لعندنا، جمعت علينا صافي. من موراها عطيناها لهم مجموعه كاملين السكان كاملين هادشي اللي عمل معانا، قال لي نزيدوا في الثمن لانه كرا لواحد دونتيست واحد مدرسه في العماره وكرا لهم ب 7000 درهم. انا ما نقدرش نزيد له هاد الثمن هذا، ما خدامهش هي موظفه يعني رسميه ولا باش نعطيها الثمن. انا واحد السيده خدامه، مره خدامه مره جالسه، يعني ما عنديش خدمه رسميه. لا ما عملش معنا كونترا. علاش ما كاينش؟ تهرب من الضرائب اللي عليه، ما يمكنش يعمل معنا كونترا. ملي كنت كنقول له انا اعطيني الريسيبوس كيقول لي انا ما كنعطيش لي ريسيبوس لان ما عنديش، ما كنديرش الضرائب، ما كنخلص الضرائب، كيتهرب منهم فهمتي. داكشي علاش ما كيعطينيش الريسيبوس. لا الراجل ديالي سامح فيا والطلقه ديالي في المحكمه ما جبرتش باش نخلصها، ما جبرتش باش نخلص محاميه، ما عندي موجوده خرجت ليا وما عنديش باش نخلص هادشي. ما كنعرفوا عليه حتى شي حاجه، لا عايش في اوروبا وما كنعرفوا عليه والو، ما كتجينا عليه اخبار، ما عنديش فين نسقسي عليه شي حد في اوروبا، ما كنعرفش. لا حتى هما في اوروبا عايشين، كيجيو في الصيفيه كنمشي نقلب عليهم، ما كنجبرهمش واخا كيكونوا في الدار وما كنعرفهم راهم في الدار وما كيبغيوش يفتحوا، يعني ما كيسقسيو فينا ما والو. وحكمت لي النفقه المحكمه، دعيت النفقه، حكمت النفقه، عطات روشيرش على صعيد الوطني، داروا روشيرش ما جبروهش في البلاد صافي، بقات هيداك يعني لا نفقه لا حتى شي حاجه. الصراحه العيد دائما كندوزو مع الوالدين الله يخليهم لي، ولا واخا ما عندهمش حتى في الاستطاعه ديالهم بزاف، ولكن كيعاونوني باش اللي سخر الله هما اللي كيخلصوا لي الكرا، هما واختي، اختي عايشه على برا كيخلصوا لي الكرا. انا كنقلب على المعيشه لولادي، ولكن هما راهم بزاف عليهم باش يبقاو يخلصوا دائما، ماشي في الاستطاعه ديالهم. واحد النهار عادي يموت فيهم شي واحد الله يطول لهم في العمر، شكون عادي يكون بولادي؟ ولادي دابا مهددين للزنقه، كل مره كيقول لك كياخذ الفلوس ديالو كيقول لك خرج ليا للزنقه. ما خداماش، لا جالسه كنعطي لي السي في، دابا يعيطوا لي والو. كنطالب من المحسنين يشوفوا في وجه وليداتي باقيين صغار، ما بغيتهمش يضيعوا، بغيت لهم السكن ديالهم فين يرتاحوا يعيشوا مرتاحين باش يقدروا يكابطيو في القرايه ديالهم. انا بغيتهم يقراو حتى هما باغيين يقراو، انا بغيتهم غير يرتاحوا من هاد الناحيه ديال السكن لانهم دائما خايفين انهم يخرجوا للزنقه ما عندهمش فين يمشيو. اللي بغى يعاوني انا نعطي النمره ديالي 06 91 64 31 90.